الاهلي في كل مكان، الفقره الثالثه من حلقه الاهلي الليله النهارده. طبعا الفقره الاولى كان معانا الكابتن ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي، وايضا الفقره الثانيه مع زميل العزيز عمر ربيع ياسين، وكانت من خلال الكابتن ايمن دجيش ايضا الحكم. يعني موضوع حلقه النهارده بالتحديد عن التحكيم ومستوى التحكيم في الفتره الاخيره، وزي ما شفنا التقارير المختلفه الخاصه بالتحكيم سواء نقاد رياضيين او جمهور. لكن في هذه اللحظات معايا ايضا احد نجوم النادي الاهلي السابقين، هنتكلم شويه في الكوره بس برضو في الاول هاخد رايه في التحكيم، كابتن موفق الباشا. ازيك عامل ايه؟ اهلا فندم، اخبارك؟ منورنا ومشرف. كله تمام الحمد لله؟ تمام، واهلا بالساده الجمهور للنادي الاهلي العظيم. اهلا بيك. يعني عايز اخد رايك الاول كده في البدايه عن التحكيم السنه دي في الدوري قبل ما نخش في الفريق النادي الاهلي والمنافسات في بطوله الدوري ما بين الفرق بشكل عام، رايك في التحكيم ايه؟ هو طبعا التحكيم السنه دي طبعا بيمر بمرحله طبعا صعبه. بس طبعا احنا دي يعني التحكيم والاخطاء التحكيميه دي طبعا دي من حلاوه لعبه كره القدم، بتديها طبعا نوع يعني من نوع الحماس شويه بس مش زي ده شويه السنه دي، ولا انت وجهه نظرك شايف ايه؟ لا يا والله يعني احسن من السنه اللي فاتت. احسن من السنه اللي فاتت، يعني احسن من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان في طبعا اخطاء كبيره، برضه في السنه دي طبعا اخطاء طبعا بس غير متعمده، يعني ما دام غير متعمده يبقى خلاص يعني الدنيا تمام. بس طبعا بيديها نوع من التشوق في اللعبه يعني، وطبعا احنا بنشوف حكام العالم كلها بتغلط يعني مش حكام مصر بس احنا طبعا احنا بنسلط الضوء على الاخطاء التحكيميه زياده عن اللزوم، واستديوهات وناس تقعد تصايد الاخطاء بس طبعا دي من حلاوه كره القدم يعني. تحليل اداء التحكيم ده في صالح الحكام نفسهم ولا ضد الحكام؟ لا ده انا شايف ان هو ضد الحكام. ضد الحكام؟ ضد الحكام طبعا يعني. ليه بقى؟ يعني في ناس بتقعد بالساعه والساعتين تقعد تتكلم عن الاخطاء، الحكم اصلا بيبقى في الماتش بيبقى عنده اللحظه ان هو يعني فهمته ثانيه زي ما بيقولوا كده، ان هو ياخد القرار، انما في الاستوديو بقى بعدين ويرجع الكوره ويطلع ويقدم وكذا زاويه، انما الحكم ما عندوش غير زاويه واحده ولازم ياخد القرار في الوقت المناسب يعني. طيب خلينا نروح نشوف تقرير عن حكام سابقين رايهم ايه في التحكيم السنه دي ونرجع مره ثانيه. طيب التقرير مش جاهز معانا، طب لما يجهز عقبال ما يجهز التقرير نخش في الموضوع الخاص ب طبعا الفقره دي مع الكابتن موفق الباشا، ونتكلم عن النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا بكره امام طلع الجيش ومؤجل له كمان عدد كبير جدا من اللقاءات. شايف فرص النادي الاهلي في المنافسه على بطوله الدوري بدايه السنه دي ازاي؟ لا هي طبعا في فرصه وفي فرصه كبيره بس طبعا انا شايف ان اللقاءات اللي مؤجله للنادي الاهلي دي طبعا فيها صعوبه شويه. في صالحه ولا ضده؟ لا ضده. ضده ان هو بيبقى عنده مثلا بيلعب كل ثلاث ايام ماتش والفرق المنافسه ليه بتلعب بشكل منتظم، فطبعا دي بتحطه تحت ضغط كبير، والضغط ده طبعا مش في صالح الفرق. بس الاهلي قادر ان شاء الله ان هو يكسب الماتشات المتاجله دي وان شاء الله على نهايه الدور الاولاني كده نكون الاهلي في المقدمه ان شاء الله. شايف ان الاهلي عدى المرحله الصعبه اللي كانت من خلال طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا وخساره هذه البطوله في النهائي، كمان مباراه الوصل والبطوله العربيه او كاس زايد بالتحديد، وكمان اول مباراه بعد العوده لمباريات الدوري من خلال الهزيمه امام المقاولون. بعديهم الاهلي كسب بتروجيت وكسب الجونه، شايف الاهلي خلاص عدى المرحله الصعبه ولا لسه شويه؟ لا لسه لا لسه لسه لسه, لسه شويه وطبعا يعني هي يعني خطوه اولى ان هو طبعا يرجع لنفسه بس لسه في طبعا حاجات مع ان شاء الله في شهر يناير مع التدعيمات باذن الله ان شاء الله الاهلي يكون مستواه تقدم في الاحسن ان شاء الله يعني. رايك في المستوى بالنسبه للنادي الاهلي بدايه من مباراه بتروجيت الفوز 1-0 وبعدين مباراه الجونه فوز صعب جدا كمان 2-1، رايك ايه في المباراتين دول بالتحديد بدايه قبل ما نخش بقى في مباراه الغد ان شاء الله؟ هو طبعا هو الفوز طبعا يعني خطوه كويسه بس في الفتره دي احنا ما بنبصش على الاداء، احنا عايزين النتائج تتحسن طبعا، كل ما المكسب بيجيب مكسب وبيدي ثقه للفرقه. فانا انا شايف يعني ان شاء الله يعني برضو لسه الاداء ما تحسنش بس ان شاء الله الاداء هيتحسن باذن الله ان شاء الله يعني. الاهم ايه؟ الاداء ولا النتيجه او الثلاث نقط في الفتره دي بالتحديد؟ لا الفتره دي اهم حاجه ثلاث نقط.
دي اهم حاجه، يعني مش شرط يكون الاداء بالشكل المطلوب بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، لكن الاهم ثلاث نقاط وانت بتنافس على البطوله. لا ثلاث نقاط لما مكسب في مكسب طبعا، يعني الشكل هيبقى احسن، يعني مكسب في مكسب ان شاء الله. بعد كده يعني اللعيبه هتاخد ثقه، فطبعا هيبقى في نوع من الاداء يعني هيبقى تحسن شويه، يبقى الشكل احسن ان شاء الله. طيب بكره مباراه الاهلي وطلائع الجيش ان شاء الله الساعه 7، نتمنى ان شاء الله كل التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه. شايف المباراه ازاي خصوصا في ظل الدوافع الجديده المتواجده عند فريق طلائع الجيش، مدير فني جديد بعد الكابتن محمد حلمي في نفس السياق، يمكن النادي الاهلي كمان بيمر بظروف يمكن كلنا عارفينها، ومهم جدا ان هو يفوز في كل مباراه رغم النواقص العدديه اللي عنده من حيث الاصابات والكلام من ده. شايف المباراه ازاي ومدى صعوبتها بالنسبه للفرقتين؟ لا طبعا هي ماتش المباراه بتاع بكره صعب على الفرقتين. يعني النادي الاهلي برضو ونادي طلائع الجيش ومفيش ماتش سهل، يعني بالنسبه للسنه دي في الدوري يعني الفرق كلها المستوى يعني متقارب شويه، والنط مش فرق مش كبير. بس هي ماتش هيبقى صعب على الفرقتين. طبعا طلائع الجيش مدير فني جديد، والنادي الاهلي برضو لسه برضو بيدور على الثلاثه بونت والاداء الكويس. ماتش صعب بكره ان شاء الله على الفرقتين، ماتش صعب على الفرقتين. ممكن يكون في بعد الفوز في اول مباراتين بالنسبه للنادي الاهلي، اول فوزين يعني بعد فتره كبيره سواء على بتروجيت او الجونه، ممكن يبقى في تصاعد في الاداء من وجهه نظرك، ونشوف الكلام من خلال مباراه بكره امام طلائع الجيش، ولا صعب شويه؟ لا لا ما فيش حاجه صعبه، يعني ما فيش حاجه صعبه، بس هو ده قلت لحضرتك طبعا هي المكسب الثلاثه بونت بيدوا ثقه. اللعيبه برضو في لعيبه ما كانتش بتشارك ابتدت تشارك، كانت بعيده عن الماتشات ابتدت تشارك وابتدت تظهر برضو بمستوى كويس زي احمد الشيخ، ابتدى برضو يعني مستواه يرجع زي الاول. وهي دي بقى اللي يعني بنقول عليها مثلا لما بيلعب بناخد ثلاثه بونت، فدي بتعمل تحسن الاداء، تحسن الاداء الشكل الجماعي، الفرقه كلها بياخدوا ثقه، الجهاز الفني طبعا بيبقى عنده مع عوده اللعيبه اللي هي المصابه هيبقى عنده مجموعه كبيره يقدر يعني يعمل تشكيل مناسب وتبقى عوده كويسه باذن الله. طيب ضغط المباريات ازاي يتم التعامل معاه، خصوصا ان احنا في شهر 12 ده عدد كبير جدا من المباريات، النادي الاهلي لعب مباراتين او ثلاثه وناقص له كمان اربع مباريات في شهر 12 بخلاف مباراتي بطوله دوري ابطال افريقيا دور 32. التعامل ازاي مع ضغط المباريات من قبل الجهاز الفني من وجهه نظرك، وازاي النادي الاهلي يقدر يتخطى هذه المرحله باكبر كم ممكن من المكاسب؟ ما هو ضغط المباريات ده مع عوده اللعيبه اللي هي المصابه دي بيكون عنده المجموعه كبيره. خلينا نحط في الاعتبار ان في بعض اللاعبين لسه هياخدوا فتره، في بعض اللاعبين هيبتدوا من شهر واحد مصابين، سواء جونيور اجاي هو خلاص خف مثلا بس لسه هيبتدي من شهر واحد ان هو يشارك في المباريات، علي معلول مش قبل برضه شهر واحد، يعني في عدد كبير من اللاعبين ممكن ما يلحقوش يلعبوا. بالظبط. فازاي يتم التعامل في هذه الجزئيه؟ ما هو بقى عن طريق الروتيشن اللي هم في لازم يبقى في روتيشن. طبعا طبعا لازم، عشان يعني في كل ثلاث ايام ماتش، فلازم طبعا في لعيبه هتلعب بشكل مستمر، في لعيبه المفروض هتاخد مثلا ماتشات، عشان لو الجهاز الفني اعتمد على مجموعه معينه من اللعيبه في التشكيل هتبقى صعب عليه، يبقى مجهود جامد عليهم شويه. فطبعا لازم في لعيبه تريح، في لعيبه تخش، عشان نقدر يستمر النادي وما يبقاش عليه ضغط كبير في الماتشات واللعيبه ممكن تجهد. فطبعا لازم عمليه الروتيشن دي تحصل. طيب هنرجع نتكلم بتفاصيل اكتر عن الفريق ومباراته غدا امام طلائع الجيش، وايه المطلوب من لاعبي النادي الاهلي وكمان جمهور النادي الاهلي في هذه المرحله الهامه جدا جدا بالنسبه للفريق. لكن نروح الاول طبعا نشوف تقرير عن راي الحكام السابقين في التحكيم ومستوى التحكيم هذا الموسم، ونرجع نكمل اللقاء. نهض بمستوى التحكيم في مصر، الاول لازم يكون عندنا قاعده من الحكام اللي يتم اختيارها بعنايه، يعني ما يبقاش اهم حاجه نكون مارس كره القدم، مهم قوي، لان دلوقتي في مشكله كبيره ان ممكن اي واحد يتقيد سنتين في اي حته بفلوس، وده شرط من شروط الالتحاق ان انت تكون حكم، فدي بقت حاجه موجوده
ان واحد ما بيمارسش كره القدم ويتسجل سنتين، فدي مشكله كبيره بتواجه التحكيم. دي اول نقطه. تاني نقطة انتقاء الحكم وتدريبه وتجهيزه عن طريق اللجان وعن طريق المناطق، وده شايف ان هي البداية من الصغير مش من الكبير، لان الكبير خلاص مفيش منه ان احنا نعلمه حاجة. اذا كان هو ما تعلمش او ما مارسش كرة القدم فيبقى صعب تعليمه. طبعا عشان ننهض بالتحكيم المصري لازم نعمل حاجات كتيرة قوي. اولا لازم اختيار لجنة الحكام الرئاسية، عشان لجنة الحكام الرئاسية هي المنوط ان هي بتحط السياسات وبتحط الخطط كلها للارتقاء بالتحكيم المصري. وطبعا ده بيتطلب ان لازم يكون في لجنة حكام قوية وطبعا ذو خبرات، وطبعا حكام موجودين في لجنة الحكام الرئاسية مشهود لهم بالكفاءة ومشهود لهم بالخبرات ومشهود لهم بكل كل حاجة كويسة طبعا في تاريخهم كله. فطبعا لجنة الحكام اكيد يبقى ليها دور انها طبعا بتعمل معسكرات محترمه للحكام طالما هي قويه. وطبعا في مشاكل طبعا بتقابل لجنه الحكام، طبعا مشاكل كتيره جدا، حته برضو الاختيار للقائمه الدوليه دي، طبعا دي الاختبار انا بعتبره الاختبار الرئيسي لاي لجنه حكام رئاسيه قويه او ضعيفه. لازم يتم اختيار الحكام للقائمه الدوليه طبعا بالكفاءات، وطبعا كل حاجه بتتم طبعا باختيارهم، طبعا اللياقه البدنيه والاختبارات بتاعت اللغه، الاختبارات بتاعت يعني كل الاختبارات اللي بتتم طبعا اللي احنا عارفينها كلها دي لازم تتم عن طريق لجنه الحكام الرئاسيه. طبعا في برضه مراقبين اللي بيدوا الدرجات لازم يتم اختيارهم، المراقبين دول ليهم دور كبير جدا، لازم طبعا يكونوا ناس مشهود لهم بالكفاءه ولازم مشهود لهم طبعا بالعداله عشان هم اللي بيتحكموا في اختيار القائمه الدوليه. طبعا برضه اهتمام برضه لجنه الحكام بالحكام الصغار، لان احنا طبعا انا لاحظت الفتره اللي فاتت دي لقيت ان في يعني مثلا محمود البنا لقيته بيكرر في جوله واحده، بيلعب ماتشين في جوله واحده، ودي انا بعتبرها مصيبه سوداء. يعني احنا معنى كده ان احنا ما عندناش حكام. طبعا ده كان تقرير من بعض الحكام السابقين عن مستوى التحكيم هذا الموسم في الدوري المصري. كابتن موفق، يعني رأيك في كلام الحكام السابقين في هذا التقرير، وكمان يمكن حد فيهم قال ان لازم يكون الحكم ممارس لكرة القدم او كان مارس كرة القدم عشان يكون عنده الخبرات الكافية بأساليب التحكيم، ويعني يبقى فاهم كرة من الاخر كده، ممكن واحد يمثل عليه او واحد تكون فاول مظبوط وهو مش واخد، يعني امور كلها بيتكلموا ان لازم يكون الحكم مارس الكرة قبل كده. هل شايف ان ده مهم؟ طبعا مهم، طبعا الحكم يكون مارس كرة القدم، لان برضه في العاب طبعا كده هو يكون الوحيد اللي هو فاهم فيها يقدر ياخد قرار فيها. وبرضه في حكام احنا بنشوف برضه بره ناس كتير، يعني بنلاقي دكتور اسنان وما لعبش كوره وحكم وبيبقوا ممتازين بصراحه، ممتازين جدا طبعا. يعني فدي مش علاقه، ممكن يكون حكم ما لعبش كوره بس درس كويس وخد دورات وابتدى يدرس ويفهم ويعرف ويسال، فطبعا دي خلته. بس طبعا لو هو لعب كره قدم طبعا، بس احنا بنشوف اللعيبه كتير بتبطل وما بتجيش التحكيم طبعا. الاسباب ايه من وجهه نظرك؟ الشتيمه بقى، الجمهور بيقعد يشتم الفتره الاخيره ما كانش فيه جمهور، يعني مع الاجهزه الفنيه طبعا بيقعدوا بيتكلموا، اعتراضات دايما كتيرة. طبعا بتقل من قيمه الحكم طبعا، لان كلاعب كوره مثلا يكون لسه مبطل وبتاع ولاقي مثلا جهاز فني وقفل على الخط عمال بيتصيد اي اخطاء، وده بيتكلم هي مهنه صعبه بصراحه، وده مش عاجبه القرار، يعني وجهاز الفرقه الثانيه مش عاجبها القرار، فطبعا حاجه صعبه يعني. بس انا كان في عندي اقتراح بس بالنسبه للحكام، الانديه اللي بتجيب حكام اجانب بره اجانب وبتاع، طب ليه مثلا اتحاد الكوره يطلع قرار من قبل بدايه الموسم مثلا ان كل فرقه مثلا في الدوري من حقها مثلا تجيب تختار ماتشين طول السنه يجيبوا حكام، انما يعني يبقى مسموح لك على مدار الموسم بالكامل ماتشين بس اللي تختار فيهم حكام؟ تختار ماتشين لكن ما يبقاش الموضوع مفتوح ان انا في اي وقت عايز اجيب حكم من بره اطلب. ما يجيش بقى ان كل ماتش مثلا مش عارف ايه، لا انا هطلب حكم وبتاع، معناها تبقى صعبه طبعا وتبقى وحشه في حق التحكيم يعني. انما لما عم طلع قرار مثلا كل فريق في الدوري من حقه ان هو يختار ماتشين مثلا في الدوري كله ان هو يجيب حكام مثلا ماتشين ثلاثه حسب ما
اتحاد الكره ياخد قرار فيها يعني. تمام. طيب ده فيما يخص التحكيم. نرجع نتكلم تاني عن الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي واللي عنده مباراه مهمه جدا امام طلع الجيش. اتكلمنا عن المطلوب من الجهاز الفني وانت حضرتك قلت عمليه الروتيشن لازم هتكون مطلوبه جدا خلال الاربع مباريات الجايين بالتحديد في الشهر ده. لكن ايه المطلوب من لاعبي النادي الاهلي المتاحين الفتره دي بالنسبه للجهاز الفني؟ طبعا هو لا 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 خصوصا في ظل مرحله صعبه زي دي يعني. طبعا المطلوب في النادي الاهلي طبعا المرحله الجايه دي التركيز. الروح يعني النادي الاهلي مشهور عنه ان هي الروح بتاعته عاليه في الماتشات. النادي الاهلي كان ممكن لغايه الدقيقه 90 ممكن يحرز هدف مفيش مشاكل يعني. فلازم طبعا لعيب النادي الاهلي لازم يعني يعوض الكلام ده كله مثلا بالروح العاليه والتركيز. كل الحاجات دي هتساعد الفرقه طبعا على المكسب ان شاء الله يعني. شايف ان الشخصيه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي رجعت خلال المباريات اللي فاتت خصوصا لما تبقى خسران في مباراه زي مباراه الجونه مثلا وترجع الشوط الثاني تجيب جونين وتقدر تفوز بالمباراه؟ طبعا ما دي من اسباب نجاح النادي الاهلي. كانت مفقوده الشخصيه شويه على مدى طبعا دي من اسباب نجاح النادي على مدى تاريخه. ان لعيب النادي الاهلي بيبقى عنده شخصيه خارج الملعب وداخل الملعب. هي دي اللي بتميز لعيب النادي الاهلي عن اي نادي تاني. فلازم الشخصيه طبعا تكون شخصيته كده في الملعب. تمام. يعني عايز اخد رايك في بطوله الدوري السنه دي، شكل المنافسه شايفه ازاي والمستوى الفني كمان للانديه في بطوله الدوري الممتاز، رايك فيها ايه وتقييمك للمستوى بالنسبه للبطوله السنه دي؟ هي البطوله السنه دي يعني كويسه طبعا، يعني في شايفين منافسه من كذا نادي، بس هي موضوع التاجيلات دي اللي يعني بس دي في بعض الاحيان بتبقى خارجه عن الاراده يعني. موضوع التاجيلات يعني فرق بتشارك في بطوله افريقيا او بطولات افريقيا المختلفه دي اكيد تبقى كلها امور. تمام. ما احنا بنشوف انديه العالم بصراحه في انديه ما بيبقاش عندها مباريات افريقيه وبيتاجل لها مباريات بالظبط يعني. كده. وبعدين بنشوف انديه برضو عالم برشلونه بيلعب في اوروبا وبيلعب هنا وبيلعب هنا ومفيش ماتشات بكميه الماتشات اللي بتتاجل دي. طب اللاعب المصري الكواليتي بتاعه يقدر يستحمل الضغوط دي اللي احنا بنشوفها مثلا على اللاعبين من الناحيه البدنيه بالتحديد في اوروبا؟ زي ما حضرتك بتقول في اوروبا بنشوف لعيب بيلعب يوم السبت وماتش يوم الثلاث وماتش يوم السبت، الدنيا بتبقى ماشيه كده لما يكون فرقه بتشارك في الشامبيونز ليج مثلا والدوري المحلي يعني. شايف ان اللعيب المصري يقدر يتحمل الضغوط البدنيه دي؟ لا ما يقدرش. ليه؟ الاسباب ايه؟ هي اتعودنا على كده. هو خلاص اللعيب المصري اتعود على كده يعني. هو كان كل السنين اللي فاتت كان كل فرقه بتلعب كل اسبوع ماتش. دلوقتي بقى بنشوف مثلا ممكن فرقه تلعب ثلاث ماتشات في اسبوع واحد يعني. فدي طبعا اللعيبه بتاعت مصر ما تستحملش الكلام ده طبعا. ممكن لعيبه تقع منك كتير، هتحصل لهم اصابات، هتحصل لهم كتير. احنا طبعا يعني برضو يعني النوع ان احنا بنلعب الدوري من غير جمهور دي طبعا يعني ما في لعيبه كتير لعبت كوره دلوقتي ما حضرتش تلعب في وسط الاف. بالظبط يعني وسط الاف بالظبط يعني. ممكن لما تيجي لعوده الجمهور بقى الاف دي هتلاقي اللعيبه دي ممكن تخاف. تاثر على المستوى في الملعب. طب بما ان حضرتك طبعا مدرب في اكاديميه النادي الاهلي وبتتكلم عن حته ضغط المباريات وان اللعيب المصري ما تعودش ان هو يلعب مباراه كل 3 4 ايام مثلا، تعودوا ان هم بيلعبوا كل اسبوع، هل من المطلوب ان نبتدي مع البراعم او مع الناشئين التجهيز من الناحيه البدنيه بخصوص ان ممكن انت تلعب في خلال الاسبوع الواحد مباراتين وممكن يصلوا لثلاثه مع نهايه الاسبوع يعني حسب تاريخ المباراه، لازم يكون في تعامل في هذه الجزئيه بالتحديد مع اللاعبين وهم صغيرين؟ طبعا مفروض، بس انا ممكن انا اعود على لعيب على حاجه مثلا على كل ثلاث ماتشات كل ثلاث ايام يلعب ماتش وبعد كده يجي السنه الجايه النظام يتغير. يعني انت عارف لو ماشيين بسيستم واحد احنا في الدوري طول عمرنا مثلا على نظام واحد، انما احنا كل سنه بتلعب بسيستم مختلف. ممكن تلاقي مثلا كل العب 10 ايام كل اسبوع كل ثلاث ايام، فالموضوع مختلف يعني. المفروض احنا نمشي على سيستم معين. مفيش سيستم ثابت للمنظومه بشكل عام في مصر؟ لا خالص خالص خالص، ولا على مستوى الناشئين ولا على مستوى الفريق الاول يعني. في طيب نرجع لشكل المنافسه بقى في بطوله الدوري السنه دي، مين شايف ان هو هيقدر ينافس حتى النهايه على لقب البطوله؟ انا شايف ان هو الاهلي بعد ان شاء الله بعد
المعدلات اللي عنده قادر الاهلي انه يرجع. طبعا البعض ممكن يكون بيشكك في هذه الجزئيه شويه، يقول لك الاهلي لسه عنده مباريات مؤجله كتير، في المقابل نادي كبير زي نادي الزمالك بيمشي بشكل جيد جدا وبيقدر ان هو يفوز عدد مباريات كتير ومتصدر بطوله الدوري دلوقتي، فده ممكن يعمل ضغوط على لاعبي النادي الاهلي، ضغوط نفسيه ممكن تاثر عليهم في حصد مزيد من النقاط. لكن حضرتك شايف ان الاهلي ممكن او قادر ان هو يعود كالعاده زي ما احنا تعودنا وشفنا سنين كتير النادي الاهلي ممكن كان يكون متاخر بعدد كبير من النقاط وكان ابرزها اعتقد 13 نقطه وقدر النادي الاهلي في النهايه ياخد بطوله الدوري. طبعًا قادر النادي الاهلي. طبعا انت حضرتك قلت وجاوبت على السؤال، طبعا الاهلي قادر ان هو يعود المنافسه وان هو يكسب المؤجلات الموجوده. برضه انت حضرتك برضه يعني ايه، ما برضه نادي الزمالك مش هيكسب كل الماتشات، لا اكيد ما فيش حد هيكسب كل الماتشات يعني. فطبعا هتلاقي في، لكن بيمشوا بشكل كويس بصراحه الزمالك ماشي السنه دي بشكل رائع. طبعا وفي فرقه بيراميدز برضو يعني ماشيه بشكل كويس. فريق بيراميدز بصراحه برضو بيقدم مستويات كويسه خصوصا مع كابتن حسام حسن. يعني انا شايف ان المنافسه هتنحصر بين الاهلي والزمالك وبيراميدز. شايف ان بيراميدز قادره ان هي تكمل للاخر، يعني ممكن يكون عندهم نفس طويل في بطوله الدوري ان هم ينافسوا على البطوله لحد الاخر. ممكن في ظل وجود كابتن حسام حسن ممكن يستمر اللي هو لغايه نهايه الموسم ان هو ينافس، ولو ما كملش السنه دي السنه الجايه برضو ان هو ممكن برضو يدعم صفوفه ويبتدي يعني في مصلحه الكوره. في مصلحه الكوره نلاقي المنافسه في مصلحه الكوره. طبعا لما نلاقي اربع خمس انديه بتنافس غيرها كل سنه، مثلا بنلاقي الاهلي والزمالك، والزمالك بس لغايه الدور الاولاني وبعد كده الاهلي تلاقيه فرق وخد الدوري بقى قبل نهايه الموسم بست سبع اسابيع. لا طبعا في مصلحه الكوره طبعا. طيب مين الفريق اللي ممكن يكون لفت انتباه حضرتك من خلال بطوله الدوري السنه دي بخلاف الزمالك مثلا وبيراميدز؟ الاهلي كده كده عنده عدد كبير جدا من المؤجلات، مين الفريق اللي عجبك اداؤه وشكله في الملعب؟ انا عجبني جدا فريق وادي دجله. وادي دجله اسلوبهم جيد جدا في اللعب، باسلوب طريقه جديده على الكره المصريه. والراجل طبعا المدير الفني بتاعه اليوناني، النتائج ما كانتش كويسه معاه في بدايه الموسم واصر ان هو يلعب بنفس الطريقه بتاعته بالظبط رغم الخسائر اللي كانوا بيتعرضوا ليها في اول الموسم. ودلوقتي وادي دجله بصراحه حاجه تحسب للاداره كمان في وادي دجله، كان ممكن الاداره غيرهم يقول لك لا انا غير المدير الفني زي ما احنا للاسف متعودين دايما في الدوري المصري، ممكن كم بعد كم ماتش ما تكسبش غير المدرب. لكن هي اداره اكيد فكرت في الجزئيه دي بشكل جيد والناتج طلع بعد كده في الاداء اللي بيظهر من خلال فريق وادي دجله. طبعا باشمهندس ماجد سامي طبعا هو راجل فاهم وراجل طبعا يعني بيلعب كره احترافيه، يعني رئيس نادي كره احترافيه يعني عارف هو عنده ثقه ان المدرب المدير الفني اللي هو جايبه ده مدير فني كويس فاداله الثقه وباين النتائج بتاعت وادي دجله، ومش نتائج بس الاداء نفسه والخطه اللي كمان اللعيب اكيد لما بيعرف ان المدرب ده كده قاعد حتى لو خسرت يبقى الراجل او اللعيب هيركز في كلام المدرب، هيعرف ان الراجل ده كده كده متواجد مش هيمشي. فبالتالي الاداء هينعكس على الفريق ويبان بشكل جيد اكيد. طبعا بيتعكس على كل الفرقه طبعا. احنا بنشوف وادي دجله دلوقتي، احنا حارس مرمى تقريبا كابتن منصف بصراحه عامل الموسم جيد جدا، بيلعب كانه لعيب كوره معاهم يعني بينقل ويباصي والناس يضغط وبتاع، بيبتدوا دايما من تحت لازم من تحت يحاولوا ياخدوا يسحبوا الناس تضغط عليهم يبتدوا ينقلوا الكوره. فلا ماشيين بشكل كويس وادي دجله صراحه وفرقه عجباني قوي. هي فرقه بصراحه مميزه وفي عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين اللي ظهروا، يعني ويمكن ابرزهم محمد محمود اللي انضم للنادي الاهلي مؤخرا. لكن برضو في ظاهره باينه في الدوري المصري وتحديد الاخطاء الدفاعيه الكتير اللي بنشوفها في معظم الفرق، حل الجزئيه دي بالتحديد يكون ازاي؟ ازاي ان انا اقدر اعالج الاخطاء الدفاعيه اللي موجوده في مصر بشكل عام؟ وشفناها كمان في المنتخب المصري، يعني شفنا مباراه مصر وتونس، تونس قدرت ان هي تحرز هدفين وكانت ممكن تجيب الهدف الثالث رغم ان المنتخب المصري الحمد لله قدر ان هو يفوز في هذه المباراه. علاج الجزئيه الدفاعيه بالتحديد في مصر شايفها ازاي؟ لا اصل مالوش الاخطاء الدفاعيه دي مالهاش علاج. يعني اصل الاخطاء هي اللي بتيجي من الاجوان. فما فيش فرقه مش هتغلط في بس في اخطاء بتبقى متكرره للاسف عندنا في مصر هنا الاخطاء بتبقى متكرره، في ناس بتتعلم من الاخطاء وساذجه شويه بالظبط كده عادي الاخطاء يعني غريبه يعني. ف طبعا كل فرقه عندها اخطاء طبعا.
دي طبعا المدير الفني هو اللي يقدر يعالج الاخطاء اللي عنده في الخط الدفاع عنده الدفاع. ممكن يكون في نص الملعب الاخطاء الدفاعيه, انا مش شرط ان انا في الدفاع يعني. لعيب ما بيضغطش مثلا, لعيب ممكن مش مركز, فدي دي الاخطاء بتيجي من هنا يعني. بس انا شايف ان الاخطاء تفضل موجوده بتاعه الدفاع على طول يعني, تفضل موجوده طبعا. مش لو مفيش اخطاء ما فيش اجوان, الاخطاء بتحصل, الاجوان الاهداف بتحصل لما في اخطاء دفاعيه. لكن برضو من الوارد ان احنا نشوف تطور دفاعي يعني. مثلا هدي لك مثال اوروبي مثلا, بالتحديد في الدوري الانجليزي ليفربول السنه اللي فاتت كان عندهم اخطاء دفاعيه كارثيه مع بدايه الموسم, دخل فيهم عدد كبير جدا من الاهداف. السنه دي لحد دلوقتي 6 أهداف بس اللي دخلت في مرمى ليفربول تقريبا من 14 او 15 مباراه. فده تحسن في الجانب الدفاعي, اكيد ده شغل مدرب. طبعا ايه يعني ايه اللي مطلوب من المدربين يعملوه مع اللاعبين المصريين مثلا عشان يطوروا شويه من الجزء الدفاعي؟ يعني هو يطوروا ان هو الدفاع يبقى من قدام يعني, عشان انا خط الدفاع بس يعني, انا ابدا الدفاع بتاعي من خط المهاجم بتاعي. هل ده بيترتب على مدى تركيز اللاعبين بشكل عام مش مدافعين بس, ولا بيترتب على الموهبه, ولا بيترتب مثلا على التدريبات الخاصه بيه كل مدرب؟ لا هي كلها مع بعضها يعني. هي كلها لعيبه مع نظام الشغل التكتيكي اللي بياخدوه في التدريبات. انا شايف ان هي كل اللي حضرتك قلت الاخطاء دي كلها هي بتتجمع في الاخطاء اللي بتحصل دي. من خلال متابعتك للدوري المصري, مين ابرز اللاعبين الاجانب اللي متواجدين في الدوري هذا الموسم؟ في تراوري إريك تراوري لاعب المقاصة وانتقل حديثا لفريق بيراميدز, وأجايي طبعا, بس أجايي للأسف لسه ما لعبش لحد دلوقتي يعني, اللي هو برضه باولو بتاع المقاصة, باولو فوافي لاعب جناح المقاصة ايضا لاعب مميز جدا. جون أنتوي اعتقد جون أنتوي عامل موسم كويس جدا. طبعا الزمالك برضه عنده 2 مميزين, فرجاني ساسي وحمدي النجاز كمان من اللاعبين المميزين جدا اعتقد اضافة للدوري صح؟ طبعا وعلي معلول طبعا. وعلي معلول اكيد بالتأكيد لاعب مهم جدا يعني. في لعيبه السنه دي محترفين عاملين فارق مع فرقهم طبعا. طيب عايز اتكلم بالتحديد عن النادي الاهلي. البعض بيقول النادي الاهلي محتاج تدعيمات كتير, صفقات, النادي الاهلي عايز يضخ لاعبين جدد في صفوف الفريق مع طبعا بعض اللاعبين المتواجدين في الفتره الحاليه. الاراء تباينت, في ناس تقول لك الاهلي محتاج في مراكز معينه, وناس اختلفت في جزئيه المراكز. من وجهه نظرك المراكز اللي محتاجها النادي الاهلي خلال الفتره الجايه ايه؟ عايزين باك ليفت, وده خلاص محمود وحيد الاهلي تعاقد معاه, صانع العاب كويس. وعايزين برضو مهاجم مع تراس فريد يعني كويس. انا شايف برضو ان صلاح محسن ومروان برضو محسن لسه في اصابات كتير, في ناس بعيده عن مستواها يعني محتاجين 4 لعيبه. احنا شايفين بس برضو ان احنا في الدوري برضو انت لو بصيت برضو ما فيش لعيبه اللي هي سوبر تخطفك يعني انك انت تقول اللعيب ده ينفع في النادي الاهلي. انا شايف ان اللعيب الوحيد اللي هو ممكن ينضم للنادي الاهلي ويعمل معاهم فرق ان هو حسين الشحات. طبعا ده لو نادي انضم للنادي الاهلي هيعمل فرق. من الوارد ان هو ينضم للنادي الاهلي يعني خلال الفتره الجايه, واكيد في مفاوضات مع اللاعب, وارد جدا ان هو يكون متواجد ان شاء الله. نتمنى له كل التوفيق. بس اداره العين متمسكه والمدير الفني بتاع نادي العين يعني قال لك لو حسين الشحات مش انا همشي يعني, هو رب نفسه حسين الشحات بس هو ما تقلقش ان شاء الله طيب المهاجمين بالتحديد, هل في مهاجمين مصريين على الساحه شايفهم اقوياء يقدروا يفيدوا المنتخب خلال الفترات اللي فاتت والفترات اللي جايه بالتحديد كمان, ولا دي ازمه بتعاني منها الكره المصريه؟ لا دي ازمه. سببها ايه من وجهه نظرك؟ والله يا ده يعني اختفاء المواهب شويه. مفيش مواهب على الساحه دلوقتي. حد بدليل ان الاهلي راعي الفيرود بيلعب عنده ازارو, ما فيش. الاول كان مهاجم بتاع النادي الاهلي تلاقيه سوبر مصري ولعب كويس. حاليا ما اعرفش انا سبب ندره المهاجمين دي يعني, ولا المدربين مش قادرين يحلوها ولا
هل هي بتترتب على تعاملات المدربين مثلا؟ ما يقدروش ان هم زي ما حضرتك بتقول ان يكون في حلول بالنسبه ان انت تلاقي مهاجم قوي يفيد الفريق، ولا هي تترتب زي ما قلت ان المواهب ممكن تكون قلت شويه بالتحديد في المهاجمين؟ لا، هي المواهب قلت شويه طبعا، والعين المفروض بقى في عين خبيره كده تقدر تنتقل. مش ممكن ما كنش اجيب مدرب ممتاز، ابص الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه الممتاز بيه، مراكز الشباب فيها لعيبه كويسه جدا جدا يعني. بس هو ما كل الانديه بتبقى عايزه تجيب اللعيبه من الدوري الممتاز. انا شايف ان الدوري الممتاز بيه والدرجه الثانيه بيبقى فيها لعيبه كتير جدا جدا جدا. الاهلي تعاقد مع محمد محمود من وادي دجله ومحمود وحيد من مصر المقاصه، شايف الصفقات دي مدى يعني استفاده النادي الاهلي منها خلال الفتره الجايه؟ وحضرتك من خلال كلامك قلت النادي الاهلي محتاج باك شمال بجانب علي معلول وطبعا تواجد ايمن اشرف، شايف ايه رايك في محمود وحيد؟ واكيد هو من اللاعبين اللي اعتقد مميزين، لكن ممكن يكون حضرتك ليك وجهه نظر لو حابب تقولها. وكمان محمد محمود من اللاعبين المبشرين جدا بالنسبه للكره المصريه بشكل عام. طبعا احنا بنشوف في لعيبه ممكن بتيجي النادي الاهلي بتبقى مكسره الدنيا في انديتها، مكسره الدنيا في انديتها، بتيجي النادي الاهلي ما بتلاقيش نفس المستوى، يعني تلاقي مستوى مختلف شويه، او في لعيبه ممكن النادي الاهلي مش اي حد يلعب في النادي الاهلي. يعني ممكن يعني كل لعيب جامد جدا بقول لك مكسر الدنيا في اي نادي، نادي الاهلي يجيبه بتلاقيه لعيب عادي. هو بصراحه الاثنين مكسرين الدنيا كانوا في وادي دجله، سواء محمد محمود او محمود وحيد في مصر المقاصه. اكيد نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله مع النادي الاهلي يعني، واكيد هيكونوا اضافه طالما النادي الاهلي اصر على التعاقد معاه. طبعا، وبترجع للعيب نفسه يعني مدى انسجامه مع الفرقه، خبرته. النادي الاهلي طبعا نادي كبير طبعا، بيلعب افريقيا، بيلعب الافات جمهور، بيحضر الافات. فطبعا دي مش اي لعيب برضه يقدر ينسجم في الجو ده والاجواء دي. يعني الانديه الثانيه الحمد لله دلوقتي معظم الدوري كلها شركات وانديه، يعني ما فيش جمهور، ما فيش غير اربع خمس انديه اللي فيها جماهير يعني. طيب اخيرا عايز من حضرتك رساله لجمهور النادي الاهلي اللي النادي الاهلي اكيد محتاجه خلال الفتره المقبله الصعبه جدا من حيث المباريات الصعبه او من ضغط المباريات والبطولات المختلفه اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، واكيد منها برضو بطوله دوري ابطال افريقيا. ايه الرساله اللي حضرتك حابب تقولها لجمهور النادي الاهلي؟ انا طبعا جمهور النادي الاهلي طبعا جمهور كبير، النادي يقفوا جنب فرقتهم، يشجعوهم، يصبروا يصبروا شويه على الفريق. النادي الاهلي قادم وقادر ان هو ينافس وياخد البطوله، فطبعا واحنا متعودين ان جمهور النادي الاهلي طبعا دايما على طول بيقف جنب الفرقه في اصعب الظروف، وده سر التفوق برضه طبعا النادي الاهلي، ان هو جمهوره جمهور كبير وعظيم وقادر يحرك يطلع اللي جوه لعيبه النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله. كابتن موفق، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك، بشكرك شكرا جزيلا. ده طبعا كان لقائنا وفقرتنا الثالثه في حلقه الاهلي الليله النهارده مع كابتن موفق الباشا لاعب النادي الاهلي السابق، واتكلمنا كمان على مدار ثلاث ساعات خلال حلقه الاهلي الليله النهارده عن التحكيم، وكمان اتكلمنا عن النادي الاهلي واستعداده للمباريات المقبله وبتحديد مباراه الغد اللي اكيد بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه طلع الجيش ويواصل انتصاراته سعيا نحو الحفاظ على بطوله الدوري العام هذا الموسم من خلال عدد كبير من المباريات المقبله. طبعا كنا معاكم على مدار ثلاث ساعات انا وزميلي العزيز عمر ربيع ياسين، استنونا وحلقه جديده من الاهلي الليله. تصبحوا على الف خير.